السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالفيديو السابق نشرنا المروحة شلون شغلها على محولة، وإذا المحولة ما تحملت يعني صارت فيها حماوة وما تحملت الماطور المحرك اللي موجود هنا، نطبق محولتين، اثنين محولات للمحرك هذا، هذا الماطور مال المروحة، لأن المحولة راح تحمي تصير حماوة هنا ما تتحمل هذا الماطور. الماطور هذا يستهلك 2 أمبير أو أمبير ونص يستهلك ديسي، فما راح تتحمل هاي المحولة. الحل هو قلنا نطبق 2 محولتين، الفكرة المحولتين هاي طريقة ربطها، يعني بعض الإخوان قالوا لا ما يصير واكو اختلاف يصير بالفولتيات. أنا اللي وضحته لكم أنه هاي المحولة نجيبها من نفس المروحة ونفس الشركة ونفس الشكل، نفس هاي ونجيب نفس الشكل وناخذ المحولة مالته هاي ونقيس، نبدأ نقيس الفولتية اللي خارجة منها من المحولة، كل محولة شقد مخرجة فولت. هسه اللي راح أراوكم هنا ساعدنا المحولة نطبق الأطراف مالتها هنا 220 هذا وهذا اثنين ذن المحولات قبل لا ندخلين بداخل المروحة، وأفحص الأطراف اللي موجودة هنا بكل محولة شقد قاعد تخرج لي، نخلي على الأي سي هذا هنا على الأي سي وأعطي كهرباء وأبدي أفحص. هاي المحولة خرجت 6.7 من الفولت. أفحص المحولة الثانية إيش قد تخرج لي، أيضا 6.7 المحولة الثانية، اثنين نفس القراءات. ليش؟ لأن نفس المحولة ونفس التصميم ونفس الملف، وحتى الماكينة اللي لافة هي نفس بالملي السيم اللي ملفوف، فمن راح أدمج الأسلاك اللي هنا ما صير عندي مشكلة فارق بالجهد بين هاي وهاي، راح اللي نستفاد من عنده يصير زيادة بالأمبير، لأن السلك هنا هو سلك رفيع راح يصير بيسمو كبير، لأن احنا دمجنا ملفين محولتين، وأيضا القلب الحديدي هذا راح يصير التبريد أزيد وما راح تحمي عندنا المحولات من هذا المحرك اللي موجود هنا. يعني هنا إذا دمجت هذا السلك وهذا السلك صارت عندي هنا جدحة أقلب الأقطاب مال الأسلاك بهذا الشكل هنا حتى تساوي عندي الجهود بهذا الشكل هذا، يعني راح يصير عندي نفس الفولتية بدون مع أمبير عالي، يصعد عندي الأمبير زيادة بالأمبير. إذا أريد أعرف أكو فرق بين المحولات أفتح واحد من الأقطاب وأخلي عليه الأوفوميتر، إذا قرأت هنا عندي فولتيات بالأوفوميتر قراءة مال فولتيات، يعني أكو اختلاف بين المحولات هنا من الدمجين، فما صار عندي أي قراءة ما طلعت عندي هنا، عندي الفولتية مضبوطة يعني الملفات متطابقة أقدر أشتغلهن كارتفاع للأمبير للماطور هذا. اللي سويناه هسه دمجنا الأطراف المخارج ودمجت المداخل، طبعا هاي المداخل اذا تربطت بهذا الشكل واختلفت هنا المداخل بهذا الشكل، مدخل 220 هذا اللي احكي عليه 220، اذا فتحتهن وعكست الاطراف عكست هذا وهذا 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 لازم تعكس المخارج اللي هنا مالات ال 6 فولت، لان راسا يختلف عندك يصير 12 واختلاف بين الملف هذا والملف هذا. يعني هسه كمثال هسه انا من انطيت 220 لهاي المحولة بهذا الشكل خوش، وراح أدمج الأطراف هاي، أدمج هذا الطرف وهذا الطرف، ما أشوفك عدة تنافر بيناتهم، بس إذا عكستهم يصير تنافر راح ينطني الأطراف 12، أضطر شو أسوي أرجعهم بهذا الشكل هنا وأوصلهم حتى حصل أمبير وتطابق بين الكويلات مالات الترانسفورمر مال المحولة بهذا الشكل. هسه صار عندي التخريج هو 6 فولت مع تطابق بين الكويلات. اللي راح اسوي الخطوه الثانيه هسه، نفرض انك سهوا ما تدري فتحت الكويلات هاي الاطراف مال 220 فتحتهن وعكست هذا اني خليت هذا مال هاي المحوله ويا هذا بهذا الشكل، والثاني عكسته ويا هذا هنا بهذا الشكل وشديتهم داخل المحولة، اعطيت كهرباء
وربطت. اللي راح يصير شنو؟ راح يصير هنا عندك دمج وتحترق المحولات. لازم تفتح هذني وترد تعايرها من جديد تعكسين مثل ما عكست هنا. يعني هسه راح اعطي كهرباء، شوفون اكو تنافر بسبب العكس اللي صار هنا. لازم اضطر مره ثانيه ارجع احولهن على تحويله ال 220 اللي دخلتها، صار تنافر. فتاكد من هالشغله اثناء الربط حتى ما تحترق عندك المحولات. هسه اللي راح اسويه راح اضيف دايود بريدج هنا للمحولات هذين الاثنين، ونشوف السحب مال المحرك هذا ايش قد يسحب عندنا امبير. هسه راح اربط هذا البريدج دايود. اي نوع من الدايود تريد رابط رباعي للدايودات بهذا الشكل او بريدج دايود بهذا، يكون له تبريد يتخلاه من بهاي الجهه هيت سينك حتى يبقى دائما بارد الدايود. فانا افضل هاي النوعيه حتى نقدر نربط له هيت سينك منها. هاي النوعيه ما يربط عليها تبريد، دائما يكون بالمنتصف هو الاي سي والاطراف هو الموجب والسالب، على اليسار الموجب وعلى اليمين هو السالب. نربط المحوله بالمنتصف. وهذا السلك الاحمر الموجب اللي يروح للموتور للمحرك. السلك الاسود هو السالب ايضا يروح للمحرك. هسه راح اربط الموتور، هذا السلك مال الموتور. خليت له ريشه كبيره حتى يسحب عندي امبير عالي، لان هي اغلب المراوح اللي عندنا الارضيه الشعريه تكون ريشه مالتها كبيره وبها سحب عالي الامبير للمحرك. فاربط هنا الموجب والموجب بهذا الشكل. والسالب ما راح اربطه، راح اخليه يمر لي على جهاز الامبيريه، قياس الامبيريه والفولت. هذا جهاز طريقه صنع ايضا موجوده بحلقه ثانيه فيديو قديم قبل هذا شرحته لكم. من نقيس الامبيريه ايش قد جاي يسحب. هسه نشغل المحرك ونشغل جهاز فحص الامبير. الامبيريه اللي موجوده هنا هي 1.76% يعني 2 إلا ربع، وهاي المروحه جايه الثلاثه تشوفونها. لكن هسه انا ماسكها بيدي، اكو نوع من الضوضاء بالمحرك، يعني اهتزاز يكون بالمحرك بسبب عدم نقاوه التيار اللي جاي يروح للمحرك. التيار دي سي يعني مو ناعم التيار دي سي. هسه راح اقرا الفولتيه، شوف الفولتيه ايش قد اللي جاي يستهلكه المحرك. 4.5، يعني اللي نحتاج هنا نحتاجه مكثف، نحتاج نخليه مكثف. عندي هنا مكثفات اثنين، اي وحده بدي اضيفها او اضيف اثنين ماكو اي فرق. بالزياده راح يكون عندي التيار انعم واكثر فائده ويعطيني قوه حصانيه للمحرك هذا كل ما ازيد المايكروفراد. يعني هذا المكثف اللي عندي هنا موجود هو 25 فولت 6800 مايكروفراد هذا المكثف. وعندي هذا مكثف ثاني داريد ايضا اضيفه هو 25 فولت و 4700 مايكرو فراد. هسه هنا الفولتي 4.5، راح اخلي هذا المكثف اللي هو 6800 على 25 فولت، 6800 مايكرو فراد على 25 فولت. طبعا المحرك جاي يفتر بس الدوران ماله بصوت، يعني ما بي قوه حصانيه المطلوبه بالمحرك. هسه راح اخلي هذا هنا وتشوف الفرق. اذا شوف التغيير صارت الفولتيه 5.5 او 6 تقريبا الا، والامبيريه صارت 2.5 السحب، لان المحرك بدا يشتغل بصوره صحيحه في سحب كهرباء. ارفع المكثف. هسه صار عندي مكثف هنا 4700 مايكرو فراد 25 فولت، وهذا ايضا 25 فولت اللي هو 6800. المجموع هو 11
و11500 يعني 11 ونص مايكروفراد. فنشوف شو طالع من فولتيه وجهد هنا للمحرك. هسه انشغل. الجهد اللي موجود هنا هو 6 تقريبا 6 فولت 5.8 من الفولت، والامبيريه هو 2.5 امبير. السرعه هاي اللي تشوفونها جدا سريع، لان زودت المايكروفراد وزدت 220 من رايح للفرش مالت المحرك الماتور اللي موجود هنا. وبالنتيجه ما راح يصير اي تعب على المحرك غادي، وهنا راح يكون الاستهلاك عندنا محولتين باردات ما بهن اي حراره. هاي الطريقه طريقه ربط هاي المحوله على هذا المحرك، المحوله والدايود والمكثفات، طريقه جدا ناجحه وامينه. وانصحكم ان تشغلوها على المراوح الشحن اذا تحبون تشغلونها على الكهرباء، لان ماطوراتها متوفره والاستهلاك مالها قليل ايضا. اللي احب انوه عليه هو ايضا لازم تخلون هنا تبريد، فقط هنا قطعه فافون للدايود للبريج دايود، قطعه تبريد فافون صغيره ما راح تاثر عليه، مجرد تبريد تشتيت الحراره. ان شاء الله هذا الموضوع تستفادوا من عدت هذا الموضوع، لان الاشكال صار على المحولات هواي. اخوان سيلون بالتعليقات على الفرق بين المحولات، واكو اي فرق الحمد لله، الطريقه ناجحه وصحيحه. والهواء اللي تشوفونه طبعا هاي المروحه من الحجم الكبير، هاي اكبر حجم هو المراوح دوران مال هذا. اتمنى اللي ما بيشترك يشترك بالقناه. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.